الله تعالى وبركاته معكم شيوخة حليمه بوحمان مرحبا بكم معايا في القناه اليوم غادي نحضر لكم صينيه الدجاج افخاد الدجاج بتتبيله رائعه وكذلك عندي معقوده بالخضر هي كتجي رائعه ولذيذه جدا وعندي كذلك سلطه اللي هي غنيه ومنعشه وصحيه كذلك فيها اللوبيا الحمراء والبيضاء على الشكل كتجي لذيذه وخفيفه نتمنى عجبكم الفيديو ونشوف المقادير وطريقه التحضير وفرجة ممتعه بسم الله بالنسبه للمقادير افخاد الدجاج هنا عندي واحد غندير واحد لا ماريناد غزاله يعني بالنسبه لي انا كنوع بالتتبيله ديال الدجاج هنا عندي بصله مقطعه على هاد الشكل الكبير عندي وعندي جوج تومات وعندي افخاد الدجاج يعني الكمية اللي بغيتو وعندي بحال الشكل اللي مغسولين من قبل ومنشفين وعندي الزنجبيل آه تقريبا آه يعني واحد المعلقه كبيره الزنجبيل عندي التحميره عندي توابل ديال الدجاج عندي القزبر يابس وعندي الملح والابزار عندي تقريبا جوج معالق ديال الكاتشب وعندي صلصه آه ديال الباربيكيو وعندي هنايا الخل تقريبا جوج معالق الخل وعندي صلصه الصويا والزيت طبعا باش غادي نقدو هاد لا غناخد الخلاط ديال الخضروات على هذا الشكل غنوضع البصل مع الثوم وكذلك غنوضع الكيتشاب وغنوضع الزنجبيل الطري بامكانكم ديروا بودره وهنا التوابل والخل وكذلك صلصه الباربيكيو وايضا صلصه الصوجه وزيت الزيتون وغادي نخلط الكل بالخلاط بالنسبة لهذه الصلصة كتجي رائعة رائعة أنا سبق لي حطيت في القناة يعني واحد جوج طريقة الصلصة ديال الدجاج ديال الأجنحة الدجاج اللي غادي نحطو لكم الطريقة الرابط ديالو غنحطوه في صندوق الوصف كيف كتشوفو هنا ضفت واحد المعلقة ديال الياغور الطبيعي اللي كيعطي المذاق للدجاج غزال وكذلك كيعطي واحد يعني كيجي رطب غادي نطحن الكل كيف كتشوفوا امامكم يعني بهذه الطريقه وغادي ناخذ الصلصه ديالي غنوضعها في شي اناء ولا في شي بول اللي غادي نوضع فيه الافخاد الدجاج ديالي بامكانكم هاد الصلصه ديروها لدجاجه كامله يعني تكونوا تقطعوها هكا ولا تقسموا الدجاجه تقسموها من الوسط وتخليوها يعني كامله وتقسموها من الوسط لا بغيتو تشويوها في الفرن كيف كتلاحظوا انا كنوضع الافخاد الدجاج بعد ما كان ما كنفتحهم بالسكين باش يدخل ليهم الصلصه مزيان وغادي نبقى نوضعهم بعد الشكل يعني نخلطهم في التتبيله ديالي مزيان كيجي كي غزال هاد هاد التتبيله زعما كتجي غزاله في... يعني في ك... جميع يعني الطرق ديال الدجاج حتى الاجنحه الدجاج كيجي كي بيها يعني غزال صافي غادي نخليهم في هاد الاناء واحد تقريبا نص ساعه حتى لساعه على حساب الوقت اللي كتبغيو حيت قد ما شربات قد ما كتجي غزاله هنا بعد ما دازت واحد نصف ساعه خديت هاد هاد الصحن ديال الزاج ديال الفرن وغادي نستف الافخاد الدجاج ديالي على له هذا الشكل بالنسبه للكميه اللي بغيتو يعني تقللو ولا تكثرو صافي هنا كنوضع باقي يعني التتبيله اللي بقات ليا كنوضعها الفوق ما كنضيف لا ماء لا حتى حاجه كنكتفي بالماء اللي غادي يطلقو ليا الدجاج صافي هنا الفرن انا مشعلاه من قبل وغادي ندخلو الفرن حتى يطيب على خاطرو ومن بعد ملي غادي نخرجو غادي تشوفوا الشكل ديالو هنا بالنسبه للمعقوده ديال الخضر هنا عندي بطاطا محكوكه بعد ما عصرتها مزيان وخزو كذلك محكوك والكورجيت وبصله محكوكه وهنا عندي الفرماج محكوك عندي شويه الملح وشويه الكركم وجوج ديال الدقيق بيضه وتقريبا معلقه ديال الياغورت طبيعي ورشه من الابزار غادي ناخد اون بول على الشكل ونضع البطاطا هاد البطاطا وخرزو يسبق سبق انا حكيتهم وحاولت نعصر منهم الماء صافي غنوضع البصل يعني بصله صغيره بالنسبه للكميه انا درت جوج بطاطات صغار وجوج خيزوات صغار ونصف كورجيطه يعني ما درتش الكميه كثيره هنا وضعت جوج كيف سبق لي جوج معالق ديال الدقيق ومعلقه تقريبا ديال الياغورت الطبيعي وبيضه واحده كتجي هاد المعقوده ديال الخضر كتجي غزاله ولذيذه لذيذه يعني واخا غنقليوها بالزيت راه ما كتشربش الزيت بزاف يعني ما كتشربش هنا كنضيف واحد قليل من الابزار وغادي نخلط الكل بالملعقه حتى يتخلط ليا الكل ويتجانس ليا الكل مزيان بهذه الطريقه الطريقه كتجي غزاله وسهله وما كديش حتى الوقت بزاف صافي هنا غادي نخلط الكل كيف كتشوفوا يعني تمزج ليا جميع العناصر وغادي ناخذ مقلات يعني كالعادة العاده غناخذ مقلاس ونضع فيها الزيت الكافي يعني ما غاديش نعمر المقله بالزيت على هذا الشكل وغادي ناخذ واحد القليل من الخليط ديال الخضر وغادي نديرو على هذا الشكل الاقراص كنبقى نقادو هكا بين يدي حتى نحصل على قرص على هذا الشكل ونحطو في المقلاه تكون فيها الزيت ساخن بهذه الطريقه صافي ونخليهم يطيبوا من التحت من بعد عاد غادي نقلبهم كيف كتشوفوا هنايا المنظر ديالهم يعني هنا راه طابوا بقى غير من الجهه الاخرى ياخدو غير اللون بهذا الشكل ومن بعد غادي نزولوهم غنوضعوهم في في صحن يكون فيه ورق المطبخ وغادي نحط الاقراص ديالي ديال اقراص الخضر ولا معقوده ديال الخضر بهذه الطريقه ونبقى حتى نكمل جميع الباقي الخليط اللي عندنا بامكانكم تضعفوا الكميه كيف سبق لي ذكرت انا درت غير جوج بطاطات صغار وجوج خيزوات صغار ونصف كورجيتا صافي هنا غادي نكمل هنا صافي بقاو لي غير هاد ثلاثه الاقراص وغادي نزولهم وغادي نخليهم حتى ينشفوا من الزيت يعني راه ما كيشربوش الزيت الطريقه ونمشيو باش نقادو السلطه ديالنا اللي كتجي رائعه ولذيذه جدا اللي هي عباره كيف كتشوفوا هنايا يعني عندي بصله مشلده رقيقه عندي طماطم مقطعه مربعات عندي المعدنوس مقطع عندي شويه الخل وهنا عندي الحامض هنا عندي اللوبيا حمراء يعني معلبه بعد ما صفيتها من الماء وشللتها وكذلك اللوبيا بيضاء وهنا عندي الفلافل حمراء وخضراء وهنا عندي الخس مقطع قطع على هذا الشكل وعندي نصف خيارات هي مقطعه وبالنسبه للتوابل غندير غير البزار والملحه وغندير ندير نضيف واحد القليل من صوص حارة يعني اختيارية هنا زيت الزيتون باش غادي نقد الصلصة ديالي ولا الماغينات ديالي غنوضع هنا زيت الزيتون كالعادة وغادي نضيف عليهم عصيرة الخل تقريبا هنا جوج معالق ديال الخل وجوج معالق ديال عصيرة الحامض وكذلك غنضيف الابزار وهنا الملح بالنسبة للمقادير غادي نحطهم لكم في صندوق الوصف كذلك الرابط ديال الطريقه ديال التتبيلات اللي كنوضع في الدجاج تتبيله ديال الاجنحه بالباربيكيو وكذلك عندي تتبيله ديال الياغور الطبيعي هنا كيف كتشوفوا وضعت اللبزار والملحه وال والهريسه ولا الحار صلصه الحار وغادي نوضع البصل غناخذ هذا الدراب اليدوي وغادي نخلط هكا مزيان حتى يعني نحس بهم تخلطوا مزيان كاع التوابل مع الزيت ومع الحامض والخل وباقي التوابل هنا غادي نضيف العناصر الاخرى كيف كتشوفوا كنخلط مزيان حتى نحس بهم باللي تخلطوا ومن بعد غادي نضيف الفلافل ديالي قطعتهم قطع صغيره حمراء وخضره وهنا غادي نضيف كذلك واحد تقريبا هاد قليل من الخص قطعته قطع صغيره وهنا اللوبيا بيضاء واللوبيا حمراء مطيشه مقطعه قطع مربعات والمعدنوس كذلك عندي الخيار وغادي نخلط لكل مزيان زي الكل مزيان تا يتجانس ليا الكل زعما يتخلط ليا كاع الخليط ونحصل على سلطه بارده كتجي منعشه وصحيه كذلك بهذا الشكل صافي وغادي نمشيو باش نشوفو باقي الاطباق ديالنا نشوفو حتى افخاد الدجاج اللي غادي نخرجوهم من الفرن يكونوا جهزوا وطابوا هنا كيف كتلاحظوا افخاد الدجاج ديالي طابو باقي سخان آه كيف كتشوفوا كيجيو محمرين وداك يعني الصلصه انا ما كنزيد فيها لا ما لا والو كطلق الماء ديالها نشوفوا باقي الاطباق النهائيه اللي كت كيف كتشوفوا هنا عندي آه صينية الدجاج يعني افخاد الدجاج بالفرن وهنا عندي المعقوده ديالي اللي بالخضر كتجي رائعه رائعه غزاله لذيذه جدا وكذلك عندي السلطه المنعشه اللي باللوبيا الحمراء واللوبيا البيضاء بهالطريقة الطريقه كتجي رائعه اتمنى يعجبكم الفيديو وليعجبكم ديروا ولي عجبكم ديرو لايك واللي باقي ما معايا اشترك معايا في القناه وشكرا على المشاهده والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله مع السلامه ونخليكم مع الصور